واستمرارا لحربها العبثية توصل ميليشيا الحوثي الإرهابية الدفع بعناصرها إلى الموت في مختلف الجبهات دون اكتراث لمصائرهم. إحصائية جديدة أكدت دفن الميليشيا نحو 30 عنصرا في يومين، غالبيتهم قيادات ميدانية لدى الجماعة. ورصدت تقارير إحصائية تشييع ميليشيا الحوثي يومي الخميس والجمعة الماضيين 28 صريعا من عناصرها، معظمهم من القيادات الميدانية وينتمون إلى محافظات صهدة وعمران وحجة وصنعاء وذمار وإب.